معانا انا لقطة، موافق. معانا لقطة مميزة لعلي معلول حصلت بعد المباراة، ما تيجي نشوف علي معلول عمل ايه. علي معانا على الشاشة، لعب راح القطن. للعيبة القطن الكاميروني في غرفة الملابس، اداهم تيشيرتات الاهلي. تيشيرتات النادي الاهلي. لقطة مميزة، واللعيبة بترحب واللعيبة مبسوطة وسعيدة برغم ان هي خسرت من النادي الاهلي 4-0 على ملعبها. يعني وكان نفس الكلام ده. تخيل، يعني الواحد بيبقى بعد الهزيمة حتى وإن كانت، حتى يعني ما عندكش أمل تبقى زعلان، ولكن بص الفرحة، فرحة إن هم علي معلول إدالهم تيشيرت الأهلي كأنهم كسبانين الماتش. خلي بالك اللقطة دي برضو تكررت هنا في المباراة اللي كانت تقولها محمد عبد المنعم برضو مع بعض لاعبي القطن الكاميروني. صحيح. اسم الأهلي كبير في أفريقيا. صحيح. النهارده لما تروح شوف صن داونز نفسه استقباله لأي مباراة في دوري ابطال افريقيا كانت ازاي، واستقباله للاهلي لوحده ازاي. مظبوط. الاهلي ريحوه عشان يقابل الاهلي هنا، وجه يستعد وقعد اسبوع. لما راح هناك فتح برضه ريح في الدوري، وتاني حاجه عمل حفل غنائي جمع الجمهور هناك. بالرغم ايه درجات الجماهير مجانا هناك، انت لما بتسافر جنوب افريقيا اول حاجه تقال لك يقول لك الساعه 7 ما حدش ينزل الشارع. بالظبط. هناك شوف بقى الجماهير والاستاد، وعملوا حفل غنائي علشان يحشدوا جماهير عشان مباراه النادي الاهلي مخصوص.